السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا هو الدرس الثالث في هذه الورشة التدريبية. هذا الدرس هيكون عبارة عن إننا نقوم ب في الكتابة المعينة أو في كتابة الآلة القرآنية هنستخدم إضافة layers، وهنعزل التشكيلات بحيث يكون عندنا layers في بحيث إننا نضيف ألوان للتشكيلات بهذا هنشوف الطريقة حاليا. فإذا نذهب مباشرة إلى أدوبي فوتوشوب ونستخدم عدة تولز. هذه التول بحيث يتم قص جميع هذه الأشياء، يتم قص التشكيلات ثم بعد ذلك كنترول شيفت جي أي لير أو أي تشكيل فيتم إضافته في لير محدد، كنترول شيفت جي كنترول شيفت جي، نتأكد إن إحنا في الرايتنج، كنترول شيفت جي كنترول شيفت جي ايضا كنترول شيفت جي. كنترول شيفت جي طبعا هذه الأداة أسهل في هذه الحالة، فإذا هنضغط كنترول شيفت جي وأيضا نفس الأداة المارك تول كنترول شيفت جي، هنا أيضا كنترول شيفت جي ونتأكد إن احنا في لاير الرايتنج، ثم بعد ذلك نختار هذه التشكيلات. لو في وقت بعد ذلك ممكن إضافة النقاط بلون معين وإضافة التشكيل بلون معين، كلام سليم. تقريبا احنا معظم التشكيل عندنا في لير معينة، فنختار جميع اللايرز كنترول جي. في النسخ الحديثة من أدوبي فوتوشوب ممكن إضافة لير ستايل جروب، لكن في نسخة CS5 غير موجود هذه الخاصية. فإذا الحل الآن إننا ممكن نعمل دوبليكيت للجروب ونحول الجروب لير راسترايز لير أو كونفرت سمارت أوبجكت، ومن كا أوفرلاي نختار وليكن لون سليم. طبعا لسه في نسينا التشكيل، كنترول شيفت جي وكوبي لير ستايل بيست لير ستايل. ده اللي كنا محتاجين نتكلم عنه في هذا الدرس. فإذا هنعمل سيف للبي اس دي فايل رايتنج 02 وليكن. إذا في هذا الدرس تم الحديث عن ازاي نعزل التشكيل وإضافة لون معين لهذا التشكيل. في الدرس القادم ننتقل إلى برنامج آخر ويتم بدء شابتر جديد ل تصميم هذا. ده كان يعتبر أساس أو مقدمة للكاليغرافي رايتنج أو الإسلامي كاليغرافي رايتنج. أتمنى يكون هذا الدرس
كان مفيد. إلى اللقاء في درس.